التطور التاريخي للنموذج العلائقي تم اختراعه من قبل إدجار كود كنموذج عام للبيانات، ثم روج له العديد من العلماء وتم استخدامه في عام 1995. هذه الجداول وهذه الأمثلة تبين العلاقة ما بين الجداول والصفوف. مميزات هذا النموذج: يتميز بالاستقلال الهيكلي، وهو ما كان يعيب بعض النماذج الأخرى، بالإضافة أيضا إلى تصميم قاعدة بيانات أسهل وتنفيذ وإدارة أسهل واستخدام القدرة على الاستعلام في SQL. أيضا نظام إدارة قواعد بيانات قوية، إدخال البيانات مرة واحدة في هذا النموذج يربط الملف والجداول، وهذا يعني إذا تم تغيير البيانات في تطبيق واحد سيتم تحديث بقية قاعدة البيانات تلقائيا لهذه التطبيقات. من ضمن مميزات هذا النموذج أيضا سريع وسهل الوصول إلى المعايير البحث عن المعلومات، كما يمكنه أيضا استخدامها وحفظها وتعديلها. كل واحد يستخدم نفس البيانات، وبالتالي فإن البيانات موثقة، يمكن التحقق من صحة سلامة البيانات. هيكل قاعدة البيانات يمكن بسهولة أن تتغير، لكن هذا النموذج له بعض السلبيات البسيطة. أهم هذه السلبيات سوء التصميم في بعض الأحيان والتنفيذ، بالإضافة إلى التعقيد والوقت يستهلك للتصميم، كما أن هناك حاجة إلى التدريب الأولي للمبرمجين والمستخدمين، ويمكن أن يكون ذلك مكلفا، بالإضافة إلى الأضرار التي قد تلحق بقاعدة البيانات والتي تتأثر تقريبا بتطبيق المبرمجين. أنواع العلاقات في ثلاثة أنواع: النوع الأول one to one، النوع الثاني one to many، والنوع الثالث many to many. العلاقة الأولى one to one يتم ربط الجداول فيها من خلال قيمة فريدة تتكرر مرة واحدة فقط في العمود الأفقي من كل جدول. في هذا النوع من العلاقات الصف في جداول ألف يمكن له أن الصف في الجدول ألف يمكن له أن يحتوي على صف واحد مطابق في الجدول باء، والعكس صحيح. العلاقة one to one تنشأ في كلا الجدولين المرتبطين في حالة إذا كان كلا العمودين هما مفتاح أساسي أو مفتاح فريد. هذا النوع من العلاقات غير شائع، لأن معظم المعلومات المتعلقة في هذه الطريقة يمكن لهم أن يكونوا في نفس الجدول. كما أن هذا النموذج يستطيع عزل جزء من الجدول لأسباب متعلقة بالحماية، أيضا حفظ بيانات مؤقتة وحذفها بسهولة دون التأثير على الجدول الرئيسي، حفظ المعلومات التي تطبق فقط على فرع من الجدول الرئيسي، تقسيم الجداول إلى العديد من الأعمدة. جانب المفتاح الأساسي في العلاقة one to one يرمز له بالمفتاح، وجانب المفتاح الأجنبي يرمز له أيضا برمز المفتاح، مثل العلاقة ما بين الزوج والزوج. النموذج one to many relational هو الأكثر شيوعا بين العلاقات. في هذا النوع من العلاقات يمكن لصف من العمود ألف أن يحتوي العديد من الصفوف المتطابقة في الجدول باء، كمثال جدول الناشرين وجدول الكتب لهم علاقة one to many، حيث أن كل ناشر له العديد من الكتب ولكل كتاب ناشر واحد فقط. وهذا النوع من العلاقات يتم الإشارة إلى المفتاح الأساسي برمز المفتاح والمفتاح الأجنبي برمز اللانهائي. مثال العلاقة ما بين المذر والتشيلدرن أو الأطفال. النموذج الثالث وهو many to many relational. في هذا النوع من العلاقات الصف في الجدول ألف يمكن أن يكون له العديد من الصفوف المتطابقة في الجدول باء، والعكس صحيح. كما يمكن أيضا إنشاء هذه العلاقة عن طريق جدول ثالث أو ما يسمى بالجدول الوسيط، والذي يكون مفتاحه الأساسي هو عبارة عن مفتاحين أجنبيين من كل جدول ألف والجدول باء، كمثال جدول الكاتبين وجدول الكتب لهم علاقة many to many معرفة عن طريق عمل علاقتين one to many لكل جدول من الجداول باء وجدول ألف. المفتاح الأساسي للجدول الأخير هو عبارة عن ID من الجدول الكاتبين، والمفتاح الأساسي title ID من جدول الكتب. في هذا النوع من العلاقات يتم الإشارة إلى المفتاح الأساسي لكلا الجانبين برمز اللانهائي. وهنا تنتهي المحاضرة، وقد ذكرنا فيها نماذج قواعد البيانات و
وتنقسم إلى ثلاثة أنواع: النموذج الهرمي والنموذج الشبكي والنموذج العلائقي، بالإضافة إلى أنواع العلاقات ما بين الجداول، أهمها علاقة one to one و one to many وعلاقة many to many. وشكرا.